هسه تقريبا وصلنا المكان انتكم تاخذون من شارع العراقيين علي من عاد شفلك، وظل تمشي بعدين راح يجيك فرع على اليسار. هاي العلامات الداله مثلا، هاي القطعه والفرع على اليسار، هذه مهمت دران مال الذهب، وهذا الشارع اللي بيه مال مطاعم تركمانيه واحد يدخل بيه. هو بهذا الشارع مكتبه اسام، من تدخل بهذا الشارع يصير على اليسار، مكان كلش مبين يعني واضح. هذا المطاعم مع التركمانية، كوفي شوب تركي مبين. وحتى لو توصل لنا بس تسأل يقول لهم مكتب اسام او دايري سي اسام، اسام دايري سي هم نفس الشيء يدلوك. خلص المطعم يصير على اليسار من بين القطعة مالتهم، هاي القطعة، هذا الباب وصلنا هسه، هو هذا مكتب اسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الحديقة صارت بساحة الساحل المطلع على البحر الأسود اللي جينا من عندها، صرت تقريبا على يمين التماثيل من بداية مال السفينة من مقابل السفن التجارية على الجهة اليمين. هاي ملاعب الأطفال هناك صارت، هناك ملاعب الأطفال، هاي هنا ملعب. المهم هنا اللي أكثر من فيديو أنا حكيت بيه قلت لكم إذا بتركيا العيشة مالتها تكون صعبة، لا العيشة بتركيا سهلة. اللي عنده حوالي من العراق 4 أوراق إلى 3 أوراق تكفي إيجارات فواتير، لأن سامسون محافظته الإيجارات أقول محافظة سامسون كلش رخيصة. أكو تتحصل شقة ب 250 ليرة، أكو ب 300 ليرة، يعني بين 8000 عراقي تقريبا، وأكو ب 500 ليرة، وتكون أهم شيء الشقة إذا صوبها طبعا يقدر يحصل مساعدات أكثر مما يحصل له شقة دوار غاز. واللي يجي يقول أنا ما أعرف ما عنده، لو خاف أحد يقفص علي، لا عمي يجي يمي أنا أستقبله يمي بالبيت بلاش، ما أخذ عنده فلوس والقي له شقة وأعلمه على كل الشغلات لحد ما يرتب أموره. وهذا اللي الفيديو مختص إنه أنا أصور لكم بس هاي الشغلة. وبهذه الصفحة مدينة العرب طبعا الأطفال هم اللي هي تكون كهربائية على هالصفحة، هذا الشارع الرئيسي هالصفحة صارت شفلك. وعلى كل حال هاي التصوير اللي ناكل فيه بس عم بدي افهمكم على هالشغلات. السلام عليكم.